قال عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب النور محمد محرم إنه تمت مناقشة تقليل العبء عن المواطن من خلال الاتجاه إلى الاهتمام بقطاعي الزراعة والصناعة. أضاف محرم أنه تمت مناقشة أهمية توطين الصناعات من أجل زيادة المعروض وتقليل الأسعار. النهاردة أعتقد أن العنوان الرئيسي للجلسة كان التضخم وغلاء الأسعار، وكانت الرسالة للمواطن أننا نشعر به ونعمل على رفع العبء عن المواطن أو تقليل العبء الموجود على المواطن. أهم الاقتراحات في جلسة اليوم كانت بإصلاح الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد المصري عن طريق التركيز على قطاع الزراعة وقطاع الصناعة وتوطين الصناعات في مصر، مما يساعد على زيادة المعروض من المنتجات وبالتالي تقليل الأسعار.